يقول السائل: هل يجوز أن أصلي عن والدي المتوفى سواء كانت فريضة قضاء أو نفل أهب ثوابها إليه؟ الصلاة لا تدخلها النيابة، لا يصلي أحد عن أحد، لا فرض ولا نافلة، ولكن تدعو لوالدك، تصلي لنفسك وتدعو لوالدك، والله يستجيب الدعاء سبحانه وتعالى، وينفع الميت، الدعاء ينفع الميت. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. نعم.